شيف محمود السلطان ولا محمد الفهيد؟ كف والله. لا هذا الاثنين والله الاثنين عينين في راس. لا لا ما اقدر مثل غيره. لا والله ما اقدر. شوف بالاخير لك اقل تبرر. ما اقدر لك حق لازم. ما اقدر لازم والله الاثنين مع بعض. ترى ما يزعل والله. والله الاثنين مع بعض. الفهيد له معزه خاصه هو يدري هذا الكلام. انا عارف الشيف والله والشيف معزه. لا 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 انا بيختار عندك الموضوع ثامر. لا جد شوي قبل شوي قلت محمود سلطان بسرعه على طول. محمود سلطان اي ما يعني الحين في الحياه اي ببرر خلاص اي بس عطني اجابه. عينين في راس بس خلصنا. لازم حتى العيون تقدر تفضل. لا ما اقدر. اليمين افضل اليسار. محمد البيد روح شوي ورجع. لا الاثنين محمد خليك شوي برا انت عندك الموضوع انت والله تنظر والله بسم الله. طيب قول لي شو محمد البيد ولا الاثنين 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 لهم مواقف حلوه والله. احمد السلطان باين اصلا من لا لا بالعكس الفهيد كمان والله بالعكس. خلاص اجل محمد الفهيد اقرب. الفهيد 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 اقرب. الفهيد 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 له مواقف كمان من محمود السلطان. انت جاي توقع الناس ببعض في رمضان في رمضان فهيد ما شاء الله واحد حلو وبعد اي محمد الفهيد طبعا. لا الحمد لله. يلا يا شيخ ابو سلطان قول لك يا شيخ اخترناه قبل يا شيف نختار الاثنين مع بعض. الاثنين مع بعض نفس المعزة. الاثنين اخوان والاثنين نجحنا مع بعض والاثنين كنا مراعين ما شاء الله تبارك الله مراعين جدا. بالعكس يعني الفهيد له ميزة خاصة خفيف دم على الشاشة وطبيعي ولا كأنه يقدم والشيف سلطان كمان ولا كأنه يطبخ ما شاء الله تبارك الله. الاثنين متميزين مع بعض فالاثنين انا الخيار ما شاء الله مع بعض. يا ربي ما نحرم من الشيف يا رب. الله طول بعمرك يا شيف مع انه خلاص كبر بالعمر الحين خلاص راحت عليك يا شيف. بدأ بشكل مع ولده.